جاوبنا احنا سويناها على طلبكم ما ردنا نطلب هالقد احنا ردنا 26 ونص هديه شرعيه وقلنا نطيح منها الساده والجاويد قالوا ال 12600 مال مصالحه احنا نزلنا على ال 12600 صدقيه يا سيدنا والله احنا مو دائما بنحكي نقول واحد يقول بختي وبخت وهذا جزء من البخت احنا ما نريد نقصبهم بس احنا قاعد نقول لك هم شو يقولون والله هم مقدمين هذا بس احنا شو هاي احنا سايخ واحنا ولدنا مو بلاش علينا ولدنا وبنات بس احنا غير نقدمها للمجتمع شو احنا نروح نلقى غير حكي نروح نلقى غير سؤال بيحاسبني يقول لي شاب العماره اخذوا هالقد يابانا شنو الغرض تحاسبني انا وقال هذا كان ذاك اليوم واحد اخذ هالقد من يابانا شنو الغرض انا لك حق تحاسبني صحيح انا كمحمداوي اذا قاعد ابن عريبي فصل حاسبني يقول لي مو هذا يمثل ابو محمد كله بيت مجيد شلال الصيهود غيره حاسب نعم اما انا على شخص من العماره ماخذ منك 25 تريد تاخذ من عندي 25 فاحنا هسه هاي قلت لك احنا هاي التساهيل نقدمها غير للمجتمع للصالح العام بس شو ما جاي نلقى مثلها شو نروح عند الوادم ما ادري بعد حظنا احنا اليوم متجندين احنا وانتم الشارع لاصلاح ذات البيت واحنا مراقبين من الله سبحانه وتعالى الله يقول اعملوا شرع الله عملكم والرسول بعدهم ما تعالوا اطفال اطفال يا بنضرب بيها احنا دي بس من حق امر هو من حق نضرب بيها شيخنا الله يحفظك خلوها هاي كمصالحه هو ما قالوا العده مشمول والما عده ما مشمول هذا شغله بيها رضا انا بخدمته شغله بيها رضا احنا هسه اليوم شو نقدم؟ نقدم رضا الله مو؟ رضا الله من يرضى الولي اليوم مو لا رضانا ولا رضاكم يطلع وراه اي تجاوز على رضا حياء يعتبر غصبه بالقوه اخو هذه ما تصير احنا هسه الله ورسوله شاهد وبدنا هسه يوقف يقول كلها طيب لكن احنا ارادته هو الرجل هم خسر ابنه انت اليوم هسه انا بنعطيك هذا 12600 واخذ كفك ترضى؟ لا ما يعادل نصف ادني لكن هن لين احنا سالنا هنا خوالنا وقلنا لهم احنا ولحد الان هم مقدمين شنو اللي ماشي عندكم؟ قالوا هذا قلنا لهم على مسرح وشاهد الله ورسوله وهاي رايه العباس ما صار